اختتمت فعاليات مهرجان السويداء المسرحي الثاني الذي استمر 6 أيام، والذي أقامته مديرية المسارح والموسيقى بوزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة السويداء على مسرح المركز الثقافي العربي بإعلان جوائزه وعرض العمل المسرحي الوصية من إخراج الفنان ممدوح الأطرش. اليوم هو اليوم الختامي بمهرجان السويداء المسرحي الثاني. هذا اليوم سيتضمن إعلان نتائج المسابقة. مسابقة المهرجان المسرحي كانت من 5 عروض مسرحية، سيتم اختيار أفضل عرض مسرحي وأفضل إخراج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل إضاءة، وأفضل موسيقى، بالإضافة لجائزة هي جائزة الجمهور ستقدم من شركة داعمة. عم تختتم الوصية مهرجان السويداء المسرحي الثاني، وإن شاء الله يا رب هيك تشوفوا عرض ممتع. هذا العمل الهام اللي بيصور لحمة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب اللي شن على هذه البلد لكسر لحمة هؤلاء الناس وكرامة هؤلاء الناس، ولكن الشعب السوري طول عمره مصدر للحضارة، مصدر لثقافة الحياة، ولن ينكسر ولن ينهزم. فبهذه الألفة وهذه اللحمة حقق انتصاره. هو عمل توثيقي لاحتلال عدرا العمالية من قبل الإرهابيين، ولكنه مسقط على الجغرافيا السورية بشكل عام. شوف أنه هاي الظاهرة اللي صايرة بالبلد وظاهرة المهرجانات المسرحية، وخاصة أنه سوريا الآن هيك عم تنفض غبار الإرهاب عنا، هو أكبر تحدي لكل ما يحدث الآن في سوريا. أنه نحن عم نمارس أنشطة ثقافية، وعندنا مهرجان، وعندنا مجموعة عروض، وفي شباب عم بيروحوا بيمارسوا نشاط ثقافي، وهذا بحد ذاته مهما قلنا عن المهرجان سلبا أو إيجابا، هذا بحد ذاته هو إنجاز، وإنجاز كتير مهم للمحافظة. وهي نحن اليوم بحفل التكريم لهذه العروض، وإن شاء الله هيك يتكلل جهد كل الناس اللي بذلت عرق على هاي الخشبي، يتكلل جهدها بالنجاح. تخلل حفل الختام تكريم الجهات والمؤسسات والفعاليات الداعمة التي ساهمت بإنجاح المهرجان، وكذلك الفرق المسرحية المشاركة به ولجان المهرجان، إضافة لتكريم أسرة مسرحية الوصية ممثلة بمخرجها.